المذهبيين والطائفيين اللي يدعوا لمذهبي وطائفتي وطائفتي أولا، هم اللي سبب هم سبب خراب هذا البلد، وهم سبب دمار البلدان العربية. اللي كل من لزم طائفته وقال طائفتي أولا والبلد ثانيا، لا لا، أنتوا دمرتونا، أنتوا بهذلتونا. بس أنا حتى ما أطيل عليكم، خلي نشوف أنا وياكم هاي الطفلة ايش قالت من كلام يوجع القلب. شوفوها. بالله أخبرني متى تغضب؟ نعيش في مجتمع لا يهمه الجائع إلا إذا كان ناخبا، ولا يهمه العاري إلا إذا كان امرأة ولم تغضب. متى تغضب؟ أصبحت شبكة الفساد في هذه البلاد أكبر من شبكة المياه الملوثة التي نستخدمها يوميا، ولم تغضب. متى تغضب؟ في المستشفى الخاص نفقد أموالنا، وفي المستشفى العام نفقد حياتنا، ولم تغضب. بالله أخبرني متى تغضب؟ شبعنا جوعا وفقرا وذلا وهوانا وتمييزا وعبودية، سلبوا منا هويتنا وكرامتنا، ولم تغضب. متى تغضب؟ بلاد غاب عنها العدل، ولو أقيم فيها لم تلأت السجون وخلت القصور، ولم تغضب. بالله أخبرني متى تغضب؟ قسموا أمتي إلى أجزاء وأشعلوا بينها نار المذهبية والطائفية، وما تعلمنا من حرب انتهت وبعدها تصافح القادة، وبقيت تلك العجوز تنتظر ولدها الشهيد، وتلك السيدة تنتظر زوجها الحبيب، وأولئك الأطفال ينتظرون والدهم البطل. فلا أعلم من باع الوطن، ولكني رأيت من دفع الثمن. فأي كذب وادعاء يا دعاة الطائفية؟ واحد وطني موحد منذ فجر الأبدية، واحد شعبي ويبقى. ارحلي يا مذهبية، ارحلي يا طائفية. اش وقت يغضب؟ اش وقت تغضب يا المذهبي يا الطائفي يا الكاتلك الجوع؟ اش وقت تغضب؟ اش وقت تنكر؟ اش وقت تعترف انه المذهبية والطائفية اللي انت عايش بيها هي سبب خراب دمار البلدان كلها؟ اش وقت تغضب؟ اش وقت تجيك الغيرة؟ اش وقت تنتفض؟ اش وقت تنتفض على الجوع؟ اش وقت تنتفض ما عندك كرامة؟ ما خلوا لك كرامة، ما خلوا لك ضمان صحي، ما خلوا لك ضمان للحياة، ما خلوا لك اي شيء، لا خلوا لك صحة، لا خلوا لك تعليم، وانت مكلب، وانت مكلب بيهم، معرت ان هم هذول اللي راح ينقذوك. منين ينقذوك؟ ولك عمرك خلص، ولك عمرك خلص، منين ينقذوك؟ منين ينقذوك وانت مكلب بفقرهم؟ وهم يصيرون وانت تنفقر، وهم يصيرون وانت تنفقر. تستاهلون يا المذهبيين يا الطائفيين، يا اللي فرقتوا بين الدين، يا اللي فرقتوا أهل الدين، تستاهلون. يا الراكضين ورا سيد فلان وشيخ فلان، ورا الزعيم فلان والقائد فلان، تستاهلون. ابقى ابقى. واحد يقول لي خلف الله عليك الدكتورة الفلانية حطت لنا قلوبات، حل هو هذا مستواكم؟ قلوب قلوب ما عاز هسه بس يبوس الايادي ركبت له قلوب. شو وقت تغضبون؟ شو وقت تنتفضون؟